أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهنيئا لكم ما صمتم وما أفطرتم وبما فرحتم اليوم بصومكم وفطركم وهنيئا لكم إقبالكم في هذا الصباح. الأعياد في كل مكان لدى البشر تحمل الأفراح والبهجة، تجلو القلوب وتصقل الأفئدة، وتجعل الإنسان قادراً على مواصلة حياته. لهذا ففي حياة كل الشعوب أيام بعينها يطلق أفرادها العنان لأفراحهم وبهجتهم. وقد قدر الله سبحانه وتعالى هذا الميل الفطري لدى الإنسان لكي يعبر عن فرحته وبهجته، فكانت الأعياد. وإذا كانت فرحة الصغار والأطفال هي طريق آخر لفرحة الكبار، فقد انطلق الأطفال بقلوبهم الغضة الصغيرة الصافية يلهون ويمرحون، كل هذا في إطار رغبة صادقة واهتمام كبير من جانب المسؤولين لرعاية الطفولة وحمايتها من الانحراف والتشوه. أما في الداخل فقد أخذت الفرحة نفس الطابع، ففي نزوة قام المواطنون بعد صلاة العيد بالتعبير عن فرحتهم وبهجتهم بالذهاب إلى السوق. أما الأطفال فقد اتجهوا والفرحة تملأ قلوبهم الصغيرة إلى سوق اللعب ليشتري كل طفل لعبته التي كان يحلم بها قبل العيد. خرجت جماهير المواطنين في حلقات ومواكب، هذا يؤدي رقصة وذاك يعبر عن فرحته بمشاركته في هذه الأفراح السعيدة بقلب ملؤه الاطمئنان والسعادة.
خير وطل الخير لما طلت أنوانا بارك يا عيد بارك يا عيد بارك يا عيد مبارك بارك يا عيد مبارك. وفي هذا المهرجان الشعبي تعبير رائع عن الولاء وأغنية لأيام المجد التي تعيشها عمان في هذا العهد المبارك والميمون.